لديكم رسالة جديدة اليوم قادمة من كنز أثري. وفقاً لما ذكر في سجلات المؤرخ الكبير كان يين تشي السلف الأول لشعب شانغ سليل طائر الفينيق. اتسمت حقبة سلالة شانغ بالهيمنة الذكورية. يتميز طائر فينيق الياشم بخطوطه الناعمة وشكله الجميل الذي يبدو وكأنه يلتف حوله، وهو يخص الملكة فوهاو ملكة شانغ وزوجة الملك وودينغ. اكتشفت العديد من تنانين الياشم في قبر فوهاو الموجود في أطلال سلالة يين. ربما كانت فوهاو أشهر امرأة في ذلك الوقت، فبين أكثر من 10,000 نقوش أوراكل العظمية الموجودة في أطلال سلالة يين الواقعة بالقرب من مدينة أنيانغ الحديثة. يضم قبر فوهاو الكثير من الأغراض الجنائزية، بما في ذلك أكثر من 755 قطعة من الياشم و 499 دبوس شعر ومرآة برونزية وأمشاط عظمية وأكواب عجية رائعة وسكاكين عظمية مزخرفة والفيروز وحبات العقيق والعديد من الأحجار الكريمة الأخرى، فضلاً عن مجموعة من التحف الحجرية الصغيرة والأنيقة، حيث نلقي نظرة على امرأة تحب الأناقة واللباس الجميل والعيش الرغيد. إنها أنيقة كطائر فينيق الياشم. يوجد في قبر فوهاو بعض الأشياء الجنائزية غير التقليدية لم تدفن مع المحضيات السابقات، ومن بينها مئات من الأسلحة البرونزية ومجموعة من أواني القرابين البرونزية. لكن أكثر ما يثير الإعجاب هو وجود فأس المعركة الكبير، وهو رمز للسلطة العسكرية الوطنية محفور عليه اسم فوهاو، إذ لم تكن الملكة امرأة ضعيفة من الحرملك، بل امرأة ذات نفوذ شاركت في شؤون الدولة واكتسبت مكاناً في المجتمع الذكوري، وترأست في العديد من طقوس التضحيات الهامة، كما كانت تملك أرضها الخاصة وكانت مستقلة مادياً ودفعت الضريبة لسلالة شانغ. كان الملك وودينغ حاكماً مواظباً ومتنوراً في وسط عهد سلالة شانغ. خلال حكمه وصلت سلالة شانغ لأوج قوتها، احتلت الأسرة السهول الوسطى في عصره ووسعت مناطق نفوذها، ودون مبالغة احتلت فوهاو بنفسها نصف المناطق. وباعتبارها الملكة وقائدة عسكرية انخرطت فوهاو كثيراً بقضايا بلادها بحكمتها وقوتها وشجاعتها، وكسبت احترام الجميع. كانت قوية كالبرونز، لكن في حياتها أنجبت أولاد وودينغ، وكانت زوجة وأماً رائعة كالياشم. أما بالنسبة للملك، كانت فوهاو الحبيبة والصديقة المقربة. حين توفيت بعمر 33 حزن وودينغ بشدة، ودفنها بالقرب من القصر حيث كان يعيش ويعمل، وبنى الملك على ضريحها قاعة أسلاف سماها مو شينغ زونغ، ليتمكن والأجيال اللاحقة من الافتخار بذكراها وتقديم القرابين. كما دفن لها أولادها وبعض القبائل الكثير من الكنوز، بما في ذلك 6,800 صدفة، وهي العملة المستخدمة في ذلك الوقت. ومن اللافت للنظر وجود قبر فوهاو خارج المقبرة الملكية الرئيسية، ليصبح بعد ذلك القبر الوحيد السليم لسلالة شانغ الملكية. تتيح لنا النصوص والآثار الغنية فرصة التعرف على هذه المرأة الأسطورية التي عاشت منذ أكثر من 3,000 عام. يشبه طائر فينيق الياشم الخاص بفوهاو شخصها الأنيق المميز، ثابتة رغم الزمن ومحاطة بتقدير ومحبة الأحفاد. ما يزال هناك المزيد من الرسائل الجديدة في انتظاركم.